امبارح الدنيا كانت بايظه يعني يعني انا حتى لما دخلت الحلقه امبارح كنت بدور على اي ايجابيات ممكن نتكلم عنها من الماتش، بس كل حاجه كانت غلط. هو مش مدي اي حد يطلع له مبرر. طبعا بتكلم على كيروش. انا وجهه نظري الشخصيه صعب قوي ان انا احمل اي حد المسؤوليه غير كيروش. هو واضح ان هو مش ملم بالمهمه اللي هو فيها. احساسي ان هو فعلا جه من البدايه متعالي جدا جدا على الكره المصريه. كل الكواليس اللي طبعا اتاكدنا منها بتؤكد ان فعلا كيروش بيتعامل مع الامر، ان الموضوع سهل، تجربه سهله، بقى ماسك منتخب في افريقيا مش منتخب ولا نادي في اوروبا، فبالتالي الامور سهله. حتى تجربته هو شايف على وجهه نظري، شايف تجربته مع ايران كانت اصعب من تجربته مع منتخب مصري. بدا يشوف الدنيا ان في بعض المشاكل من كاس العرب كان، لان واضح طبعا كان في بعض الخلافات الفنيه داخل الجهاز للدرجه اللي خلتني انا شخصيا بشوف ان الكابتن ضياء السيد الى حد ما واخد كتف في الجهاز بعيد. واضح ان هو الدور بتاعه يعني متحدد شويه. واضح ان كروش كمان ما بيحبش حد يعني يملي عليه اي امور فنيه، وبالتالي بدا يغلط كتير في كاس العرب. ربما كان عنده مخرج ان البطوله مش تارجت ومش هدف عليه ومش مطلوبه، اول مره نلعبها وهو بيجرب لعيبه من الدوري. وكان كمان هو في كلامه لو تخلي بالك، والعقد طبعا العقد اللي هو مضاه مع الاستاذ احمد مجاهد المسؤول عن اللجنه اللي كانت بتدير اتحاد الكوره قبل المجلس الحالي، كان العقد اصلا ينص رسميا انه لن يحاسب على كاس الامم الافريقيه، هو هيحاسب فقط على الصعود للمونديال. وبالتالي هو حتى النهارده خلاص الاخبار انتشرت والناس كلها عرفت ان الشرط الجزائي المحطوط في عقد كيروش هو على المونديال. لو المونديال ما تأهلش من حق اتحاد الكوره يفسخ العقد بدون ما يتكلف اي دولار. وبالتالي انا بشوف ان كيروش غلط في تصريحاته حاجات كتيره. وبالنسبه لي بقى بصراحه انتهى كل شيء في الحديث عن فكره الفني مع المنتخب لما قال دي اخر تجربه ليا مع المنتخب وبعديها هعتزل. وبالتالي فاثبت لنا ان هو جاي بينهي حياته باخر مهمه، وبالتالي هو مش مركز فيها. طيب